للحديث بشأن اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول محمد مشينش رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا. أستاذ محمد مرحبا بكم. يعني بداية كيف تصف المواقف الدولية تجاه فلسطين في اليوم العالمي لها؟ لماذا نشهد هذا التراجع في دعم القضية الفلسطينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني أنا أثني على التقرير الذي ذكر أن هناك مسؤولية أممية هي كانت السبب في إعطاء شرعية سياسية لكيان غاصب على أرض فلسطين، وبالتالي ما نشهده اليوم هو امتداد لمثل هذه الجريمة، وللأسف جاء يعزز هذا الإجراء بأدوات التطبيع العربية. نحن اليوم يعني بحاجة إلى مواقف دولية تعبر عن عمق القضية الفلسطينية في ضميرها، كما شاهدنا اليوم في من رئيس البرلمان التركي. حقيقة بدأنا نشعر أن هذه المواقف باتت شحيحة فعلا، وخصوصا في عالمنا العربي. الشعب الفلسطيني اليوم في أمس الحاجة لمثل هذه المواقف، كوننا نشهد هجمة يعني أمريكية صهيونية على مقدرات وعلى كل حقوقنا التاريخية في وطننا فلسطين، سواء من إعلان صفقة القرن أو الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني، أو إلغاء حق العودة للاجئين، أو حتى السعي لإلغاء عمل وكالة غوث وتشغيل لاجئين الأونروا. إجراءات على الأرض من أمريكا والكيان الصهيوني يقابلها موقف متراجع من الدول العربية والإسلامية، ولكن هذا لن يفت في عضد شعبنا الفلسطيني ومعه شرفاء الأمة وأحرارها في التصدي لمثل هذه الهجمات وهذه المشاريع، سعيا وراء التحرير والعودة إن شاء الله. أستاذ محمد، تعتقد أن إدارة ترامب يعني أسهمت بشكل مباشر في تراجع بعض المواقف العربية تجاه القضية الفلسطينية؟ يعني بلا شك إدارة ترامب التي جاءت بصراحة بضغط على كثير من الدول وخيرتها بين أن تزيل حمايتها الأمريكية عنها أو أن تؤيد مواقفها بشكل يعني حقيقة ملفت. يعني نحن شاهدنا كيف تمت مقايضة السودان مثلا مقابل رفع السودان من قائمة الإرهاب في مقابله التطبيع مع الكيان الصهيوني، وشاهدنا كذلك كيف جاءوا ويعني سحبوا الإمارات والبحرين، دول حقيقة أنا يعني أثني على شعوب مواقف شعوبها التاريخية، ولكن مواقف الحكومات جاءت حقيقة يعني مؤذية لنا كفلسطينيين، وطعنا في التضحيات والدماء التي بذلها الشعب الفلسطيني. ولكن في نفس الوقت نحن شاهدنا كيف أيضا هناك مواقف عربية جاءت مضادة لهذا الموقف. نحن نقول أن هذا هو الذي يحدث التوازن. إدارة ترامب سعت بكل قوة، وشاهدنا كيف بومبيو عمل كمدير علاقات عند نتنياهو وهو يتجول في المنطقة من أجل أن يأخذ اعتراف دول عربية وإسلامية في موضوع التطبيع، ولكن عاد بخفي حنين. يعني أنا أقول صحيح أن هناك مواقف عربية جاءت متخاذلة، قابلها مواقف عربية جيدة وقفت أمام الطغيان والغطرسة الصهيونية والأمريكية. أستاذ محمد، لكن هناك من يعتقد أن الفلسطينيين أنفسهم مسؤولون أيضا عن هذا التراجع في قضيتهم. على سبيل المثال الحصر، وقعوا مع احتلال مع الاحتلال اتفاق أوسلو، هل تتفق مع هذا الطرح؟ يعني أنا أقول بلا شك أن اتفاق أوسلو أيضا جاء أيضا طعنة في للنضال الفلسطيني والجهاد الفلسطيني، والحقيقة أن الكل يعلم أن اتفاق أوسلو جاء في ظروف جاءت لشعبنا الفلسطيني وانعزل فيه فئة محددة من أبناء شعبنا وقبلت بهذا الاتفاق المشؤوم. نحن اليوم نرى أن هذا المشروع قد انتهى، ولا يوجد الآن مطروح على الطاولة غير مشروع واحد وهو مشروع المقاومة. هذا هو الذي يمكن أن يأتي بالحقوق لشعبنا الفلسطيني. هذه الإدارة الصهيونية رغم أن السلطة الفلسطينية أعطته كل ما يريد ووقعت على ما يريد تحت مظلة أوسلو، ولكن في المقابل لم يكن هناك أي شيء يعطى لمن قبل بهذا العدو أو وقع معه أو اعترف بوجوده. نحن نقول أن الشعب الفلسطيني يرفض حتى الاعتراف بهذا الكيان، لا زال على موقفه، يؤيد المقاومة ومشروع المقاومة، ولا يقبل إلا بكامل تراب فلسطين من بحره إلى نهره
ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش، ولا تنازل عن أي شبر من أرضنا الفلسطينية المباركة. أستاذ محمد، أيضا هناك يعني حملات لدعم القضية الفلسطينية أمام موجة التطبيع لبعض الدول العربية، لكن من أين يجب البدء لاستعادة زخم القضية الفلسطينية؟ الحقيقة يعني نحن كشعب فلسطيني نراهن على ضمير شعوبنا العربية والإسلامية. نعم. أنا أقول أن هذه الشعوب رغم أن بعض الحكام يضغطون على الشعوب بشكل ملفت لأجل أن يقبلوا بالتطبيع وأن يكون هناك ممارسات عملية في موضوع التطبيع وامتداد للعمل التجاري والأكاديمي والثقافي وغيره، ولكنني أنا أدعو من خلال هذا المنبر إلى أن تتكرس المقاطعة لكل ما هو صهيوني ولكل من يدعم الكيان الصهيوني. الحقيقة نحن كشعوب عربية وإسلامية نستطيع أن نوقف هذه المشاريع، ونحن شاهدنا كيف غضبت في الأمة من شمال من 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 جاكرتا إلى طنجة من أجل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أحرجت القيادة الفرنسية في المقاطعة نفس الطريقة بنفس هذا الزخم إلى مسرى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه المسجد الأقصى. نستطيع أن نقيم مقاطعة تشمل كل ما هو صهيوني وكل من يدعم الصهاينة، وأنا أعتقد بهذه الخطوة نستطيع أن نوقف هذه المشاريع وأن نعيد الزخم إلى القضية الأولى عند الأمة العربية والإسلامية، قضية مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبلتنا الأولى. محمد مشينش، رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا، شكرا جزيلا لكم.